سيد أنطوان قربان الكاتب الصحفي أصبح جاهز معنا. أهلا بك سيد أنطوان. يعني ماذا لو استقالت هذه الحكومة؟ ما هو البديل؟ وهل يتوافق الأطراف السياسيون على الذهاب إلى انتخابات مبكرة؟ ثم ما فائدة الذهاب إلى انتخابات مبكرة تعيد إنتاج نفس الطبقة السياسية في لبنان؟ أولا أشكرك على دعوتك وحيي مستمعي. أهلا بك. في شيء حصل، انتهى لبنان القديم، انتهى نهائيا، وانتهى في تفجير مرفأ بيروت. ما ممكن إعادة إنتاج سلطة أو حكومة أو مبدئين حسب القواعد التقليدية منذ 100 سنة حتى اليوم. يعني أو بدنا نروح على الفوضى أو الحل الوحيد. الحل الوحيد حاليا أنه تذهب هذه الحكومة، والله لا يردها بيناتنا، الله لا يردها، هذه حكومة حزب الله، الله لا يردها، فلتذهب. ولكن بدها تيجي حكومة مستقلة، يعني مستقلة عن الزعامات السياسية، وهيدي المجتمع الدولي ممكن يعطيها غطاء نوعا ما. وهذه الحكومة المستقلة عن الزعامات السياسية التقليدية هي بده يكون في بين ايديها صلاحيات استثنائية حتى هي تعدل القانون الانتخابي وما شكل ذلك. يعني اليوم يمكن بدها ان شاء الله نشوف ولادي هيك حكومه مستقله، يعطيها المجلس النيابي الحالي، يعطيها صلاحيات استثنائيه ان تفرع، ومن ثم هي بتقصر عمر البرلمان ونذهب إلى انتخابات جديدة في إطار قانون انتخابي جديد، مش القانون الانتخابي اللي عنده جبران باشير وحسن نصر الله وصلنا له. هذا يعني مستحيل. يعني هل سيكون البرلمان جاهز لقانون انتخابي جديد في ظل يعني ما تشهد لبنان من تطورات في الساحة، أم أن هذه المسألة قد تستغرق وقتا طويلا سيد أنطوان؟ لا، إذا الحكومة المستقلة تتمتع بصلاحيات استثنائية هي بتشارك هي بتعمل قانون الانتخابات. شو بده قانون الانتخابات؟ اثنين بيطلع في دستوريا في لبنان نصوص، وهذا في 100 نصوص نقدر نرجع على قانون الـ60، نقدر نغير القانون الحالي، ولكن للتسريع مثل ما تفضلت وقلتي لازم انه يكون يوصل حكومة ذو صلاحيات استثنائية، مش البرلمان يشاركها، الحكومة بتشاركها. نعم، نحن نعلم أن يعني كما أفادت مراسلتنا أن هنالك اتصالات مكثفة من حزب الله في محاولة لثني حسان دياب عن هذه الخطوة، تقديم استقالة الحكومة. كيف سيتعامل الآن حزب الله مع هذه الخطوة إذا استقالت الحكومة؟ أنا ما بعرف، أنا لست بحزب الله، ولا أنا ما بعرف حزب الله ولا، ولكن هذه حكومة حسان دياب هي حكومة حزب الله، وأنا بفهم إنه حزب الله متعرض بهذه الحكومة. حزب الله متكمل شغلتين، الغطاء الدستوري اللي هي الحكومة الدستوري السياسي، وثانيا الغطاء المسيحي، القناع المسيحي اللي هو رئيس الجمهورية. اخلعوا القناع المسيحي عن حزب الله، حزب الله سيكون رئيس شجعي الأكثر بقى، ما عنده أفق وطن. أشكرك. مصلحته لحزب الله أنه رئيس الجمهورية يضل بمكانه،
ثانيا انه الحكومه تثبت مكانها، لانه هذا الغطاء لإلها. أشكرك جزيلا سيد أنطوان قربان الكاتب الصحفي من بيروت.